غادي ندير واحد الصوبه فيها شويه ديال الثومه والكرفس المعدنوس والخضره ديالها هي هذه. شوف الخضره ديالها فرمتها صافي. دابا درتها كلها كلشي الخضار وقطرو من 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 هذا من شي يقولوا عليه القرعه، القرعه الكبيره، شويه ديال اللفت، شويه مطيشه، شويه ديال القرعه الكبيره، شويه خيزو، كلشي الخضره. فهي غادي ندير لها الصفاره كلها، ندير لها شويه زيت العود ومن بعد حتى طيب ونبغي نلوح شويه ديال نبغي نلوح ليها شويه ديال الشعريه وعاد غادي سميتو عاد غادي ندير ليها العطريه. دابا غادي ندير العطريه لا والو، غادي شويه ديال الزيت وغادي ندير القياس ديال الماء وغادي نديرها هي وغادي ندير الخضره مفروم عاد بالقزبور معدنوس جوج حبات ديال الثومه القرعه الكبيره خيزو اللفت مطيشه واحد البصله وشويه ديال اللفت ها هي. وغادي ندير ليها الصفاره بلا ما تكثروا الماء حيت هذه غير صبه ديال الخضره، خضره مفرومه. من بعد غادي نخوضها بالشعريه. دابا غادي نديرها طيب مزيان تا طيب ها هي. غادي نديرها الصفاره دابا وغادي نديرها طيب. ملي غادي طيب غادي ندير لها الشعريه. دابا غادي ندير لها نيت واحد شويه مطيشه اللي طيب معاها ها هي. غادي ندير لها واحد شويه ديال المطيشه غير راس المعلقه هاي شويه، ما كاينش باش كثري مطيشه بزاف ديال الحك باش ما تجيكش الصوبه ديالك تجيك حامضه. ها هي دابا الصوبه ديالنا. من بعد غادي ندير لها العطريه، شويه ديال العطريه وغادي لها شويه ديال سميتو. نقدر دابا كاع ندير شويه الطامه ماشي بزاف كتعطي فيها واحد البنه زوينه هي الطامه. عندي واحد شويه ما كنديرش انا بزاف الطامه في الطياب الا في الدجاج، ولكن غادي ندير واحد شويه لهاد الصوبه هادي. ملي غادي طيب غادي نحط فيها الملحه ديالها، ندير لها البصل وندير لها كلشي العطريه ديالها. دابا باش ندير العطريه دابا باش ما طيبش معاها غندير واحد شويه نص تقريبا نص وحده باش ما تجيش مالحه. غندير غير واحد شويه غير نص وديري شويه ديال المعدنوس يكون باقي جديد حيت هاد الصوبات الخضراء صحيه. غادي ندير لها هذه بلا ما كنا كنسلقوا الخضراء وتعاودي طحنيها ملي طيب الصوبه، لا لا حرمي الخضراء ديريها طيب في الصفاره تحيديها ديري لها الشعريه ديالها وديري لها داكشي اللي خاصها وان شاء الله غادي نوريها لكم ملي غادي طيب. وبصحه وراحه. هذه هي الصوبه ديالنا. ديري المنسمات الا بغيتي تنسمي بشي حاجه نسمي باي حاجه تقدري ديريها تنسمي بها. ديري شويه ديال العطريه، كدير شويه الزيت البلديه، شويه الابزار، شويه سكنجبير، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكركم. من بعد كديري شويه ديال الشعريه في هذه الخضره هذه، تعاودي ديري الشعريه ديالك في الخضره ومن بعد كدوريها بالبيض بحال الحليره كدوريها بالبيض نعم وتتخليها نعم. هذه هي الصوبه ديالنا ديال الخضره مفرومه. غتخليها دابا طيب يا هادي فيها غير الخضره، ما تسلقي خضره ما والو، غتفرميها في الفرام ديال الكفته تفرمي الخضره كلها من البصله لكلشي كلشي المطيشه شو نص معلقه مطيشه الحك ديري كلشي في دقه واحده وديري القرعه تكثري القرعه القرعه الكبيره زوينه في الصوبه كتعطيها واحد النسمه خاصه وشويه ديال اللفت وخيزو شويه البطاطا وشويه البصله وشويه المطيشه القرعه بلاش ما ديرش كاع القرعه. وملي كتفرميها هي هكا كتجي تتخليها كدوريها بالشعريه ها هي وتتخليها طيب كدوريها بواحد البيضه بالشعريه وتخليها طيب. دابا غادي نخليوها دابا باش تعقد باش طيب الخضره ديالنا. في الاول درت لها الصفاره راه طابت، دابا غادي نخليها غير تفايض واحد شويه باش طيب هذيك الشعريه وغادي نطفيها تحت منها. درت لها العطريه ديالها وشويه ديال الزيت البلديه. كاين بغيتي ديري السمن ديري، انا السمن عندي ولكن ولدي ما كيبغيش السمن. وحتى السمن الا بغيتي ديريه غير انا غنديرو في زلافتي، ديري شويه السمن ديري. هذا هما العطريه اللي كدار ليها وشويه ديال الشعريه وتدوريها بواحد البيضه خليوها تطيب. الصوبه ديالنا ها هي ديال الخضره، ها هي الصوبه ديالنا طابت صافي سالات.
الا بغيتيها تزيدي عاوتاني ديريها تاع كي تقدري ديري شويه الطحين غير الفرص، انا ما درت والو لان الخضره كثيره. ها هي طابت بالبيض ديالها بالخضره ديالها هاي صافي. دابا طفيت عليها البوطه ونخليها تبرد، وتحطي معها شي شويه ديال التمر ولا شويه ديال الشباكيه. هذه كتجي خفيفه بالليل، درت فيها انا شي شويه ديال لادانت. بغيتي شويه توي عندك شي لحيمات قطعيهم صغار رقاق وديريهم، ولا شي شويه لادانت رقيق ديريه، ولا شويه دجاج، اي حاجه تقدري ديريها في هاد لا سوب هادي. يا دجاج يا ما عندك والو ديري الخضره الشعريه بيضه وغادي تجيك صوبه مزيانه وبصحه.